رجعنا لكم مشاهدينا ومعادنا مع فقرتنا الحوارية، واللي هنتكلم فيها زي ما قلت قبل الفاصل عن عودة الدراسة سواء في المدارس سواء الجامعات، ازاي نحفز ابنائنا للعام الدراسي الجديد بالنسبة للمدارس، وازاي ايضا نساعدهم على استقبال حياة جديدة في الجامعة منتقلين من المدارس الى الجامعة. نتكلم في هذا الموضوع الحقيقة مع الدكتور سعيد بدر، وهو استشاري التنمية البشرية والإرشاد الأسري. صباح الفل عليك. صباح الفل. زي ما قلت في البداية، مهم جدا ان احنا يبقى عندنا وعي ازاي نتعامل مع اولادنا وهم رايحين المدرسة في بداية دخولهم للعام الدراسي الجديد، ازاي نجهزهم ونؤهلهم. يعني طبعا هو ابسط حاجه يقول لك خشوا بقى ابتدوا ناموا بدري علشان خاطر في مدارس كمان اسبوع او كمان يومين ثلاثه، لانه دايما الابناء بيبقوا في الاجازه خلاص بقى ابتدوا على اخر الاجازه يكونوا ريحوا خالص على الاخر، يعني ما بيناموا طبعا، ممكن تلاقيهم بيناموا الصبح اساسا يعني 5 6 الصبح، وطبعا بيصحوا الساعه 4 5، فده بيشقلب اليوم او بيغير المواعيد اللي يخالف المواعيد الاساسيه للدراسه. ايضا كمان الناس اللي هي رايحه من المدرسه خلاص بقى خلصت مرحله الدراسه المدرسيه وهيروحوا هينتقلوا للجامعات. في البدايه الاول ازاي ناهلهم بتوع المدارس دول اللي هم هيكملوا في المدارس وهيستقبلوا عام دراسي جديد، استقبال عام دراسي بحيويه ونشاط. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو احنا دلوقتي خلاص بنفنش الاجازه بتاعتنا، انقطاع تام عن الدراسه والمواعيد النظاميه بالذهاب للمدرسه والعوده من المدرسه او الذهاب للجامعه والعوده من الجامعه. ففي الفتره دي زي ما حضرتك قلت كده المواعيد كلها اتغيرت، والساعه البيولوجيه بتاعه الطلبه نفسهم اتغيرت طبعا. فاحنا محتاجين ان احنا ناهلهم للعوده مره تانيه للساعه البيولوجيه الطبيعيه اللي هو ينام بالليل ويصحى مبكرا عشان يقدر ان هو يروح المدرسه. فده بيبقى محتاج تاهيل نفسي وبدني. تأهيل نفسي إن أنا ببدأ إن أنا أحفزه لمرحلة الدراسة وما كان فيها في العام الماضي مع الذكريات الإيجابية اللي كانت فيه، إن السنة تعبنا طول السنة بس انتهت بالنجاح الحمد لله وقدرنا ننجح، ونفكره بيوم النتيجة والتكريم اللي حصل عليه والهدايا اللي جات له والفرحة اللي كان هو فيها. وإحنا دلوقتي على أعتاب مشوار جديد هيبدأ بسنة جديدة للإيه؟ للمرحلة اللي موجودة بهذه الحالة الدراسية. تمام. التأهيل البدني إنه هو نبدأ إن إحنا نتعامل معه في تظبيط ساعات النوم بتاعته. أبدأ إن أنا دلوقتي أنيمه في الميعاد المظبوط اللي هيبدأ يتدرب عليه في الناحية الدراسية ويصحى في الميعاد المبكر. طب هو يصحى دلوقتي بدري في ميعاد المدرسة بس ما فيش مدرسة. أبدأ إن أنا أتعامل معه على مراجعة بعض الدروس على بعض القصص اللي موجودة. يعني هو هناك في بعض الأسر بيكون التكوين الثقافي ده في أساسها ما بيرتبطش بمرحلة منهجية الدراسة فقط، ده هو عنده مثلا القراءة ديك من أساسات يوم، ومثلا بيبقى فيه ساعة نص ساعة ساعتين كلها على حسب جهده وعلى حسب تربيته. فنبدأ ان احنا ندخله المرحلة ديك بالحاجات اللي هو بيحبها. يعني هو لو بيحب يقرأ قصص مثلا أخليه يقرأ في الوقت ده القصص، بيحب يقرأ في الكتب، بيحب يقرأ في الشعر، بيحب يقرا في اللغات، هكذا ان هو يبدا يتعامل مع الكتاب وجها لوجه مره ثانيه. مظبوط. بالتالي لما يروح المدرسه خلاص هو واخد تسخينه كده بلغه الكوره، يعني واخد تسخينه في البدايه كده ان هو هينزل للموضوع ويستمر بيه بعد كده على طول. طيب في اقتراح كده يعني تبادر الى ذهني وحضرتك بتتكلم برضو ازاي احنا يعني مهم، اصل احنا كلنا عارفين حضرتك اكيد عندك ولاد وبتعاني ان انت تاهلهم ان هم يناموا بدري ويصحوا بدري قبل المدرسه بشويه. هو كل ده هو مش هو عايز يقول لك ايه، خلاص طب المدرسه بكره فهنام بدري النهارده، لكن قبليها باسبوع ولا يومين ثلاثه تبقى عنده مشكله. فانا بدات افكر ازاي نعمل حاجه زي تكون فيها كده زي خباسة أو فيها فكرة أو فيها أسلوب غير مباشر خلينا نقولها ليه تعويده على أنه ينام بدري أو تعويدها. يعني
انك تقول له بكره الصبح احنا هنصحى بدري عشان عندنا مشاوير او رايحين في حته معينه هو بيحبها، فبالتالي هو يبتدي يصحى فعلا بدري، هو نايم متاخر فيصحى بدري، انت تهلكه طول او تهلكها طول اليوم، فيرجع يبقى عايز ينام، فبالتالي يبتدي يبقى الساعة البيولوجية. ايه رأيك في الفكرة دي؟ هو ماشي، هو حضرتك بتتكلم في الاستهلاك النهاري للجهد البدني، فبالتالي هو بيفرغ كل طاقته. ده تأهيل بدني. فهو بيبقى جاي خلاص انا عايز انام. طب ما انا ممكن برضو موازاة اللي كده انا اهيئ جو النوم في البيت. يعني اخفض الانوار، ابدأ كل واحد يساوي سريره، ابدا ان انا اخش مثلا لو انا متعود ان انا بنام في سريري واقرا في الكتاب قبل ما انام، ابدا اعمل كده، ابدا انا انام فعليا، فهم ايه تخش ليهم فكره النوم، فيبداوا ان هم يسترسلوا. فمثلا هم كانوا بيناموا الساعه 1 2، لا انا هبدا من الساعه 9، اخرهم مثلا يناموا الساعه 11. يبقى في ايه تغيير تدريجي في عمليه النوم دي، فبالتالي وقت ليه بيصحى بدري بعد كده. لو خدناها مثلا خطوة بخطوة بخطوة على مدار الأسبوع، بس ليه في الآخر خالص بنوصل لمرحلة ان هو بينام بدري ويصحى بدري على طول. طيب لو قلنا ايه هي عوامل التفوق الدراسي بالنسبة للطلاب اللي في المدارس، لانه ده بيأهلهم ان هم كمان يبقوا متفوقين في الجامعة، مش كده ولا ايه؟ تمام. هو التفوق هو لمسه قبل كده، يعني هو دلوقتي شاف الطرق الدراسية وشاف المناهج ودخل وامتحن وتفوق لكن لو انا عايز بقى ادرجه في عملية التفوق واعوده عليه، اولا انا بتعامل معاه من الناحية النفسية بان انا بخصص له الاول مكان للمذاكرة. يبقى هو داخل قاعد على المكتب ده، قاعد على الكرسي ده، قاعد في المكان ده، هو خلاص عقله اتبرمج على ان المكان ده مكان مذاكرة. طيب القاعدة في المكان والمكان اتوضب على عدد ساعات من المذاكرة وتبدأ بالتدريج. يعني ما نجيش مثلا احنا عندنا طلبة داخلة ثانوية عامة فهم مش دخلوا ده، هم دخلوا من شهر 5 اللي فات. يعني هو خلص امتحانات تانية ثانوي فبدأ يجيب دروس تالتة ثانوي، فتبص ليه هو دلوقتي تقريبا بيخلص المنهج، فيجي في اخر السنة يكون المجهود الذهني والبني بتاعه فنش في المرحلة اللي هو المفروض يكون في اعلى مراحل المنحنى. لا ده انا بجيبه في الاول من البدايات عدد ساعات قليلة. يعني مثلا لو هو في المراحل الاساسية الاولى ساعة ساعتين، بعد كده ببدأ ان انا ايه اصعد معاه عدد الساعات. فبالتالي النقطة الثانية استخلاص المعلومة من الدرس. انا مش قاعد عدد الساعات دي كلها عمالا الى الكتاب في ورق اوانقل وكذا، لا انا ببدأ ان انا اتعامل معاه. يعني احنا في التنمية البشرية مثلا بنقول دخلوا الخرائط الذهنية في موضوع المذاكرة، ان انا دلوقتي مثلا عندي باب من الابواب، بيجي بدل ما هو في الاخر خالص تبص تلاقي، يعني احنا كنا في النظام القديم تبدا تعمل كلاود كده على اسم الباب وكل تعريف، تقوم جايب خط كده وتعمل كتله زرقاء تحتيه وتشد كام خط على التعريف بحيث ان انا ماركر اصفر، ايوه ومش عارف ايه، بعد اتطورت بقت ماركر اصفر. لا احنا الكلام ده كله خلاص انا بديله دلوقتي كأن هو اللي بيألف الكتاب ده. فبيبدا ان هو يعمل خريطه ذهنيه. الاساس بيطلع منها التفريعات الشجريه، بيحط فيها ايه اسماء الوحدات اللي جوه الباب، كل وحده فيها مجموعه من العناصر، كل عنصر فيه مجموعه من القوانين او مجموعه من القواعد. بستخلص الكلام ده كله وباجب في الاخر خالص، لو هي مثلا لغه عربيه بقوم جاي قطعه بلخص فيها الكلام دوت، لو هي رياضه مساله بحل عليها، لو هي فيزياء وهكذا. فبيجي في الاخر خالص هو بيبقى عمل منهج بايديه هو بالخرائط الذهنيه بطريقته. اما يجي هو مجرد ان هو يبص للورقة دي بيسترجع كل هيفتكر حاجة. يعني احنا حتى كنا بنعلم الطلبة بتوع الثانوية العامة او الطلبة عموما لما يجي يتكلم، اعمل حائط البطولات عندك في الأوضة بتاعتك. ايه حائط البطولات ده؟ بياخد الخريطة الذهنية دي ويحطها قدامه وهو ماشي كده، العقل الباطن بيلمح كلمة بيلمح جملة وهكذا، هو رايح هو جاي كده، ايه هو عمال يمرر نفسه. لذلك بيبقى سهل عليه بعد كده استعادة المعلومة بسهولة وبتفوق. ليه؟ لانها مطبوعة جوه دماغه على الشكل اللي هو عمله بايديه قبل كده، فبيبقى سهل ان هو ايه يسترجع هذه المعلومة في الوقت اللي يحتاجها، وسهل انه يتفوق بها كمان. طيب نروح للناس بقى اللي دخل على الحرية. حرية بقى اكتر، بيبقى فيه بدأوا يحسوا ان هم كبروا بقوا مسؤولين اكتر،
عندهم حرية أكتر، ما فيش التزام باللي هو حصة ورا حصة، اللي هو اليوم الدراسي اللي هو بتاع المدرسة ده، اللي هو فسحة بعد 3 حصص وبعدين مثلا حصتين وباخدوا فسحة تانية. ويعني لا، هم ممكن يروحوا للجامعة أو عندهم محاضرة مثلا الساعة 11 أو 12 لمدة ساعتين، بياخدوا ريست شوية ساعة أو ساعتين، يرجعوا تاني بعد الدور. ففي طبعا أوقات مختلفة وحرية أزيد بكتير، والرقابة بتكون تكاد يعني هو الرقيب على نفسية. نفسه. اه بالظبط. عايزين حضرتك تقول لنا ازاي يتم التعامل مع اولادنا اللي رايحين الجامعة لتفادي المشاكل والأخطاء التي قد تواجهه. هو المرحلة الجامعية شكلا وموضوعا اختلاف كلية عن ما قبلها من المراحل الدراسية. تمام. يعني خروج بره الزي الموحد، خروج بره المواعيد، خروج بره جرس الحصة اللي يضرب، خروج من الميس والمستر إلى البهو، خروج من المراقبة، البهو الجامعي، إلى المحاضرات والسكاشن، إلى حرية إن أنا أحضر أو ما أحضرش، إلى تكوين صداقات فكرية. ففي بعض الطلبة بيخش يصطدم بالجو ده فبينبهر بيه، فبيعمل كل حاجة إلا إن هو ينسى موضوع الدراسة ده. فتبص ليه جه قبل الامتحان، إيه ده؟ المفروض أخش أمتحن، طب أنت عملت إيه وأنت، وتبص تلاقيه كده إيه، فيصطدم فيرسم. هو أنت وأنت داخل الجامعة، انت داخل اولا بناء شخصيه. انت راجل دلوقتي بي او بنت بتعمل الكارير الوظيفي بتاعك. انت كل معلومه بتحصلها داخل اطار الكليه بتاعتك هي بعد كده مصدر من مصادر دخلك. فكل معلومه انت بتسيبها في الكليه بتشتريها بعد كده بفلوس لما تخرج. أيوه. دي اول حاجه. النقطه الثانيه ان انت داخل في تحديد مسارك. انت داخل دلوقتي على مرحلة ازاي ان انا الم مهنتي والم كاريري والم الدنيا دي في اقصر وقت، اللي هم 4 سنين او 5 سنين او 7 سنين حسب الكلية اللي هو داخلها، بحيث ان انا اخرج لسوق العمل بعد كده انسان متفوق يشار الي، يبقى السوق هو اللي مستنيني مش انا اللي عمال الف ايه على المكاتب وعلى الشركات عشان اشتغل. طب الكلام ده هيجي منين؟ هيجي من اول يوم. اذا جبت تقدير في اولى كلية هتجيب تقدير على طول بعد كده. إذا ما عرفتش تجيب تقدير في أولى كلية هتخش في المقبول، ده هيبقى آخر حاجتك. طب إزاي أجيب تقدير؟ يعني إحنا كنا في الكلية وإحنا طلبة كانت أصعب سنة عندنا هي أول سنة. فكانوا الأساتذة والدكاترة بيكلموني يقول لك أصل أنت خارج من الثانوية العامة فاكر نفسك إن أنت بذلت المجهود الأقصى وجاي هنا تستريح. فإحنا بنعرفك لا، إن دول 5 سنين مجهود شاق عشان تخرج بعد كده في مكانك المناسب. فبالتالي انت لما بتيجي تتعامل انت من اول يوم انت بتستمر على حلقه الثانويه العامه، ان انا بجيب دلوقتي محاضراتي. يعني انا دلوقتي كان المدرس مثلا بيقعد في الفصل يطلع لي العناصر ويديني الخلاصه ويدربني على الامتحان والشكل ده بتاع الديسك في المدرسه، لا انت قاعد دلوقتي في المدرج على البنش انت اللي بتكتب ولا الدكتور. فانت عايز ازاي تقرا افكار الدكتور عشان تكتبها في المحاضره بتاعتك عشان يبقى عندك كل المعلومات. دي نقطه. النقطه الثانيه انت في المجهود المفتوح، بمعنى ان ممكن يجي لك سؤال جوه الجامعه انت ما خدتهوش في المدرج. ده بيعتمد على البحث والمكتبه والمكتبات والانترنت والتعليم والسيلف ستادي زي ما بيقولوا كده، انك تتوسع في الدراسه للماده اللي انت بتدرسها. يبقى انت عندك الماده بتاعتك انت بتحيط بها بحيث ان انت في الاخر خالص تكون انسان متفوق متميز. فالجامعه مجال للاحتكاك العملي بالعلم مع العمل. تمام. ان انت دلوقتي ممكن لو في بعض الكليات العمليه انت ممكن من اول سنه تخرج تدور على المجال اللي انت عايزه وتخرج تتدرب. ايوه. فانت لما بتخرج تتدرب لو ما عندكش الحصيله اللي تبدا بيها تدريب محدش هياخدك يدربك. فبالتالي انت في المجال العلمي العملي. أيوة. انت بتبني نفسك في المجال ده. فهي الجامعه مش للنزهه ولا انا تفوقت في الثانويه والحمد لله وتخرجت وفرح خلاص.
ذاك في كام شهر بتوع الاجازه دول. احنا دخلنا الجامعه دخلنا على مجهود، دخلنا على فكر، دخلنا على علم، دخلنا على تطبيق، دخلنا على التزام فعلي وبنقل الشخصية على الرقابة. يعني زي ما حضرتك كده قلت الرقابة فيها نفسية. أنا لو ما عرفتش أسير نفسي في مرحلة الجامعة بأن أنا أكون متفوق ومجتهد في المرحلة دي مش هعرف أدير شغلي بعد كده. تمام. في نقطة برضو مهمة جدا وهي انه ازاي نحافظ على المعلومات اللي حضرتك قلت لو ما خدتش المعلومة النهاردة يعني ما عرفتش انت هتدفع فيها فلوس بعدين. ازاي نحافظ على المعلومات دي من ان احنا ما ننساهاش او ما يبقاش خارج، تبقى خارج ذهننا بعد ما نخلص دراسة. يعني في ناس بتخرج من الجامعة نسيت انها اللي اتعلمته كله. ما هو للأسف ده جاي على التراكيب الأخرى بتاعة التعليم بتاع ما قبل الجامعة. إن هو جاي خلاص أنا كنت باخد الشيلة دي كلها والحمد لله نجحت وتفوقت، لا ده أنا هتخصص في الحتة دي فارمي الباقي. لا، أولا أنت علشان تحافظ على المعلومة دي استخدمها. استخدمها، اعمل لها رابط. يعني احنا ما زلنا الى الان بعد كم السنين من التخرج والمرحله اللي احنا فيها دي بنرجع لمعلومات من سكتشات وكشاكيل محاضراتنا. أيه. ليه؟ لان احنا في مجالنا مش هتقابلك المشاكل كلها اللي انت خدتها في الدراسه بتاعتك. لا، ده انت ممكن تقابلك مشكله جديده انت مش عارفها. بس هتتحل ازاي؟ هتتحل بالمبادئ الاساسيه اللي انت خدت بيها العلم ده. طب يا فين المبادئ الاساسيه دي بقى؟ لو مش في دماغك او في ذهنك او حاضر ان انت تقدر تجيبها، لو ما لهاش رجعيه عندك هتبص تلاقي نفسك تروح تسال بقى ايه؟ استاذ او استشاري او طب ما هو ساعتها لما هيجاوبك هيقول لك لا دي مشكله وبفلوس وبكذا وبكذا وهتدفع. ليه؟ لان انت فرطت في كشول الكليه بتاعتك. أيه. لان انت ما احتفظتش بالمعلومه اللي انت كنت عارفها. هو لما يقولها لك ويبدا يربط لك الخيوط ببعضها انت هتفتكر انت خدتها امتى وخدتها ازاي واتقالت وهكذا. ولكن ايه اللي ضيعها؟ ان انت لم تمارسها، لم تتعود ليها. ولذلك امتى وانت في الكليه اربط نفسك بسوق العمل، اربط نفسك بمجال التدريب. ما تحطش الهدف المادي قدامك دلوقتي خالص. يعني ما تقولش انا هنزل المكتب ده هتدرب هيديني كام والمشاوير بكام. لا، ده انت لو هتصرف من جيبك كأنك لسه في مراحل التعليم الأساسية علشان تتحصل على التدريب وعلى الاحتكاك وعلى الخبرة وعلى المعلومة عمرها ما هتروح منك. إذن الحل الأمثل هو أنه تصاحب الدراسة عملية من عمليات التدريب. بالظبط. والعمل حتى بدون مقابل، ممكن العمل تطوعي حتى تقدر، يعني حتى يستطيع الإنسان أو الطالب أنه يبقى عنده دمج وربط والاستفادة مما يأخذه من العمل كتدريب ومن أيضا الحياة الجامعية أو دراسة. بالظبط. وأنا لما أخش في الكلية في المجال اللي أنا حبه هلاقي نفسي بأبدع في المنطقة. طبعا طبعا. لا دي حاجة أساسية. لما بتاخد انت الدراسة عن حب بتلاقي نفسك لحظة الإبداع. يعني انت شوف نفسك على مدار الكليات والكارير، يعني سواء في الطب أو في الهندسة أو في الصيدلة أو في الحقوق أو في التجارة أو مكاتب بعد كده تخرج تشتغل فيها. دي حقيقة. ليه أنا ما أعملش علاقات مع المكاتب دي وأخرج أتدرب من دلوقتي؟ المعرفة أنا بسميها المعرفة للتعامل مع الحياة، ولكن مش يعني الدراسة هي الخبرة، هي بناء الخبرة. وفي واحد بيبني خبرته بعد ما يتخرج، وفي واحد بيبني خبرته من أول ما يخش الكلية. تمام. الأستاذ والدكتور سعيد بدر استشاري التنمية البشرية والإرشاد الأسري نورتنا، صباح الخير عليك. صباح النور. وشكرا للسادة المشاهدين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين مشاهدينا. النهاردة كانت حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف النهاردة الحقيقة، واتكلمنا فيها على موضوعات كتيرة بنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اخرها كان حوارنا مع الدكتور سعيد بدر. نتمنى لكم يوم جميل، يوم سعيد، والى نلتقي في حلقة جديدة. لكم من يوم طاقم العمل بقيادة نيفين بكر كل التحية. الى اللقاء.